تبقى انا خلصت طب وداخل الامتياز، بنزل برايفت واشتغل والم بقى فلوس. بص هشقلب الدنيا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال كلية الطب وفيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن موضوع خطير جدا 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 بيمس كل طلبة الطب تقريبا سواء ولاد أو بنات، هو موضوع الشغل البرايفت أثناء سنة الامتياز. خلينا بس نحط شوية قواعد في الأول يا جماعة تنظم الموضوع دوت عشان ما يبقاش سداح مداح وأي حد ينزل في أي مكان. هي الحاجة الرسمية والقانونية واللي القانون بينص عليها إن مفيش حد يقدر يزاول مهنة الطب أو يشتغل كدكتور وهو لسه مش معاه مزاولة المهنة او مخلص سنة الامتياز بتاعته او سنين الامتياز بتاعته. فخلينا نعرف النقطة دي كده بقى ونحطها ايه كخلفية لينا في اي حاجة انا هتكلم عليها بعد كده. حاجة التانية والاساسية برضو واللي عايز كل الناس تحطها في بالها، وهو ان انت لما بتشتغل في الامتياز ما بتشتغلش بصفتك ان انت دكتور وبتاخد قرارات كأن انت دكتور، انت بتبقى نازل ما هو الا ان انت بتمشي الدنيا مكان الشخص اللي موجود، او ان انت بتبقى تحت سوبرفيجن، تحت رقابة من حد تاني بيديك الاوردرز بيديك القرارات اللي هو عايز يعملها. انما كون ان انت تاخد قرارات لوحدك وتقبض عليها فلوس كأن انت دكتور في تخصص معين في مكان معين في اي شكل من الاشكال، الموضوع ده فعلا هيبقى شبهة كبيرة جدا. زي ما انت في المستشفى كامتياز بتتعامل بنفس الطريقة، انت هتاخد الطريقة دي تتعامل بيها في الشغل برايفت، ده لو هتنزل برايفت. انت في امتياز ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقف في استقبال تشوف الدكتور بيعمل ايه في الحالة ديت، او تكشف على حالة وتقول له اعمل ايه في الحالة ديت وهكذا. انما مفيش حد امتياز يا جماعة بيقعد في مستشفى جامعي، بيقعد في طوارئ، بيقعد في عيادة، بيقعد في حاجة وبيقول يا جماعة يلا تعالوا ادخلوا لي، يلا انت هتروح كذا وانت هتعمل الاشعة الفلانية وانت مش عارف ايه. محدش بيعمل حاجة من دماغه في الامتياز يا جماعة بدون موافقة الدكتور النايب اللي عليه او الاخصائي اللي عليه او الاستشاري اللي في العيادة، وبدون الاكلاشيه بتاعه وبدون الامضاء بتاعته. فخلينا نحط الموضوع ده في بالنا جدا عشان هو ده نفس الموضوع اللي انت هتعمله بعد كده وانت في البرايفت. فكل الحوار دوت عشان اقول ايه؟ عشان انت بتاخد مقابل في المكان اللي انت بتشتغل فيه ده، مقابل وقتك، مقابل ان انت كنت في الوقت ده ممكن تكون بتعمل حاجة تاني، مقابل انت بتمشي الدنيا مكان الدكتور اللي هو بيديك الاوردرز والقرارات بتاعته. خلينا بعد ما حطينا القواعد الرئيسية اللي انا قلتها في الاول ديت نتكلم عن حاجتين، وهو الشغل المقبول واللي ممكن تشتغله فعلا في امتياز، والشغل المحظور واللي ما ينفعش انت تشتغله كامتياز. اول حاجة الشغل المقبول دوت، وهو الشغل اللي هيبقى متغطي وهيبقى فيه دكتور مغطيك، دكتور اخصائي، دكتور استشاري، دكتور بيديك الاوردر، او انت شفت كذا مرة بيتعامل بنفس الحالة بنفس الطريقة فانت بتتعامل بنفس الموضوع دوت، دكتور ترجع له في اي قرار هتاخده وانت شاكك فيه او قرار جديد بالنسبة لك، هو ده ان شاء الله باذن الله يبقى الشغل المقبول. وبرضو يا جماعة خلينا نأكد حاجة، لازم 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 الشغل دوت يبقى اكيد بيرضي ربنا. انت اكيد مش هتروح بقى في امتياز تشتغل بقى في شغل شمال ولا حاجة فيها حرمانية ولا في حاجة فيها شبهة كده ولا كده، بدون ذكر اي تفاصيل خالص، بس خلي الناس دايما فاكرة الموضوع ده. حاجة تانية بقى وعلى الجانب الاخر، وهو الشغل المحظور تماما، هو الشغل العكس اللي انا قلته دوت، هو الشغل اللي انت هتبقى فيه لوحدك منفرد تماما بكل قراراتك، ما حد بترجعش لحد، انت سايد قرارك في كل حاجة كده وانت قاعد ملك زمانك. الشغل اللي هتبقى فيه اسمك باسم حد تاني او باسم حد ليه شكل تاني. يعني مثلا يا جماعة، والموضوع ده انا شفته وقدام عينيا وموجود ومش حد، يعني كل الناس عارفة القصص ديت، الناس اللي بتقعد في عيادات خاصة مكان الدكاترة، يعني لا انت الدكتور دوت ولا انت في واصل ليفل الاخصائي الاطفال اللي هتقعد مكانه او اخصائي الحميات او اخصائي البطنة اللي هتقعد مكانه، حتى لو الناس عارفة دوت، بس انت مش في المكانة اللي تخليك تقعد على الكرسي دوت. وخلينا برضو نحط قاعدة، حتى لو انت مذاكر العلم الطب كله، لو انت مذاكر كل الحاجات بتاعت الطب ديت بس انت معكش الشهادة بتاعته، فما ينفعش انت تقعد مكانه في المكان ده. الناس جاية لاخصائي اطفال، ما ينفعش تبقى انت امتياز وتقول انا الدكتور يا جماعة انا اخصائي الاطفال دوت، او من غير ما تقول حتى، لانه برضو مش طبيعي يا جماعة ان يبقى حد عارف ان هو داخل على دكتور امتياز ويجيله اصلا. يعني هو مش طبيعي اصلا ان حد يبقى جايب ابنه مثلا يكشف عليه ويبقى عارف ان ده دكتور امتياز ويجيله، الا لو الموضوع ده بقى ببلاش او كده. انما حد هيدفع كشف، طب ما يروح يدفعه عند حد عارفه او حد واثق فيه او حد مش جايب دكتور امتياز قاعد مكانه، طالما الموضوع ده هيدفع فيه فلوس، يعني بيدفع فلوس قصاد خدمة هيقدمها، يبقى صاحب الخدمة ده هو اللي يقدمها له فعلا.
برضو يا جماعه عشان نكون يعني بديهيات كده، اكيد برضو الحاجه الحرام مش هنتكلم فيها بقى ايا كان شكلها او وظيفتها او الشبهه اللي فيها. بس يا جماعه دي قواعد كنت حابب ان انا احطها في الاول كده عشان الموضوع ما يبقاش مفتوح خالص لاي حاجه واي حد واي حد يقعد في اي مكان وتخرتق الدنيا. ويا جماعه الموضوع فعلا صعب ان انت تبقى محطوط في مكان ان انت مش مؤهل ليه، وانت يعني عادي ما يلا قشطه انا بجيب فلوس وخلاص. في ناس اللي هي انا هجيب فلوس يعني هجيب فلوس حتى من غير ما يتعلم، من غير ما يدرس، من غير ما يطبق القواعد اللي احنا اتكلمنا عليها. فخلينا ننتقل لنقطه جديده وهي ايه انواع الشغل، يعني بعد كل ده بقى ايه الشغل اللي ممكن تشتغل ويكون ان شاء الله محقق الظروف ديت او ان انت تطبق فيه القواعد ديت. لان ممكن انا اقول لك مثلا ان انت تشتغل مش عارف مساعد دكتور مثلا، ممكن الدكتور يكون بيعمل حاجات شمال مثلا وانت تكون بتعمل معاه، او حاجات محظوره وانت تكون بتعمل معاه كمساعد برضه. فخلينا نقول الامثله وانت بقى تطبق القواعد اللي انا قلتها في الدقائق اللي فاتت دي كلها على اي شغلانه من الشغلانات اللي انا هقولها دلوقتي بسرعه يعني. ففي الاول يا جماعه من اكتر الحاجات اللي الامتياز بيطلبوا فيها وهو شغل الاسعاف. الاسعاف دوت بيبقى محتاج انت تتعلم شويه مهارات كده في الاي بي سي مثلا والريسستيشن والحاجات ديت عشان تعرف تطلع في اسعاف، وان انت تعرف تنقذ مريض وسي بي ار وازاي تشوف الاي سي جي بتاعه وهكذا وهكذا وهكذا. الشغل ده لازم انت تتعلمه في الطوارئ الاول قبل ما تاخد الخطوه ديت. فخلينا نعدد الحاجات بعد كده ونطبق عليها نفس القصه ديت، ان انت محتاج تبقى متعلم كويس جدا في المكان اللي هتعمل فيه دوت اسعاف. يبقى انت محتاج طوارئ، محتاج استقبال، محتاج مش عارف ايه حضانات، محتاج اطفال، محتاج تحضر في حضانات اللي عندك في الجامعه عشان تعرف تتعلم فيها كويس هكذا وهكذا وهكذا. يبقى انت نقطه ان انت تتعلم دي اساسيه بصراحه يا جماعه. ما ينفعش انت داخل الامتياز كده انا عايز اشتغل وخلاص من غير ما تتعلم، من غير ما تعمل اي حاجه في حياتك. تاني حاجه اللي اتكلمنا عليها وهو شغل الحضانات، وده برضو بيطلب كتير جدا وامتياز كتير جدا بيشيلوا الموضوع ده، بس زي ما قلنا نطبق قواعد عليه. من النقط المهمه برضو عيادات الجلديه بالنسبه للبنات، او ساعات بيطلبوا اولاد برضو الليزر والجلديه والتجميل والهيصه والهيصه، الحاجات دي بيطلبوا امتياز وبالاسم كده ويبقى شغلتهم امتياز. الشغل ده كويس جدا بس نطبق عليه برضو القواعد يا جماعه بتاعه الشغل المحظور عشان ناخد بالنا قوي. بعد كده انت ممكن تشتغل كمساعد دكتور، حد عارفك، حد مثلا عايز يتبناك، قريبك مش عارف ايه، ممكن انت تشتغل معاه في العياده وتاخد قرار زي اللي هو بياخدها، او ان انت تساعده في اي حاجه من الحاجات ديت ويديك برده مرتب، بس اسمك مساعد دكتور مش دكتور. تاني حاجه ممكن تشتغل في القاهره بقى والحاجات اللي فيها كورسات مستفحله شويه، واسكندريه والمنصوره الحاجات ديت، ممكن تشتغل كمساعد دكتور بيدي كورسات ايا كان الوظيفه بتاعتك هتبقى ايه، بس وظيفه محترمه وما فيهاش شبهات كتير والكلام ده. ثالث حاجه ويا سلام وما اكثرها، وليا اصحاب كتير جدا عملوا الموضوع ديت وناس كتير بتاخد الخطوه ديت بصراحه، وهي دروس ثانويه عامه، ان هو يشرح للطلبه بتاعت ثانويه عامه في الوقت الفراغ بتاعه ده، سواء ممكن يكمل، انا اعرف ناس ممكن تكمل في القصه ديت حتى ويسيبوا الطب خالص لو لقى الموضوع يعني بيجيب فلوس حلو جدا. الحمد لله يعني ما فيهوش شبهات ولا حاجه كتير يعني. برضه الاساسيه زي شرح ثانويه عامه، كورسات الاندر جراجويت، ممكن تدي كورسات في الاناتومي، في الفسيولوجي، في البايوكيمستري والحاجات ديت، وبرضه شغل كويس وانت تكون مثلا مذاكر الحاجات ديت كويس جدا عشان تعرف ان انت تشرحها وباتقان. ويا سلام بقى في الاخر خالص كورسات الاسعافات الاوليه، ومن اكتر الحاجات اللي بشوف الناس في الامتياز برضه بتشرحها، يكون اتعلم كويس برضه وننزل الجامعه، نزل استقبال، نزل مش عارف ايه، ويدي كورس محترم كده للطلبه، للناس مش في طب اصلا، وبيشرح لهم كويس الحاجات ديت برضه شغل كويس. برضه حاجه مهمه جدا في سبيل الشرح دوت، ان انت لو خدت جزء من معادله معينه، مثلا خدت بلاب، خدت ام ار سي، خدت يو اس ام ال اي، خدت اي حاجه فيها معادله، ممكن ان انت تشرح الجزء دوت في كورس انت تعمله بنفسك. في ناس كتير جدا هي وظيفتها ان هي خدت المعادلات ديت وبقت بتشرحها وبس كده، هم ما سافروش اصلا ولا اشتغلوا دكاتره، بس خدوا الموضوع دوت، خدوا الموضوع ده كبزنس، والموضوع ماني وايز عندهم جدا يعني. برضه من الحاجات الاساسيه وهو الفريلانسنج. فريلانسنج بقى مش شرط يبقى في الطب خالص، اي حاجه خالص ممكن ان انت تتعلمها وتزود مهاراتك فيها في الامتياز وعندك وقت كتير جدا وشغل كويس. ممكن بقى تطبق الموضوع ده في الطب ويدخل في موضوع الترجمه الطبيه والكتابه الطبيه، كتابه المحتوى الطبي، كل الموضوع دوت، حاجات دي فريلانسنج وحلوه جدا، ممكن تقبضك كمان بالدولار لو انت يعني مركز جامد فيها. اكيد ان انت ممكن تعمل بيزنس خاص بيك في سنه الامتياز او سنتين الامتياز، وتبدا ان انت تفكر في حاجه حلوه، مثلا تعمل براند مثلا لسكرابات، تعمل حاجه ادوات طبيه، تعمل ستور مثلا عايز تبيع فيه حاجه معينه، تعمل كافيه بتاعك، بس كل حاجه طبعا بتمنها وكل حاجه بالدراسات الجدوى بتاعتها وكده يعني. بس اكيد ده متاح وحاجه جميله جدا، الواحد ممكن يفكر في حاجه بزنس بره الطب. حاجه برضو اساسيه، ممكن انت تاخد كورسات مثلا تكون ليها علاقه بالريسيرش او بالاحصاء والكلام دوت، وان انت تشرحها تاني او انت تشتغل في الموضوع دوت. والموضوع ده كتير جدا يا جماعه، بيبقى في ناس كتير عايزه مثلا دكاتره تعمل لها الاحصاء او الرسائل بتاعتها في الماجستير والدكتوراه والكلام ده، ممكن انت
تتطور نفسك جامد فيه وتشتغل وكمان برايفت. الموضوع ده خطير جدا يا جماعه. بس يا جماعه في بقى شويه حاجات في الاخر كده، شويه سياحه وشركات تامين ومش عارف ايه الحاجات دي، الصراحه انا ما اعرفش عنها حاجه فمش هقدر افتي فيها، بس في ناس بتشتغل الكلام دوت. واخيرا بقى في شغل اصلا هتبعد بقى خالص عن الطب تماما، بقى ممكن تشتغل في صيدليه، ممكن تشتغل مثلا ميديكال ريب، حاجات كتير جدا، بس هتبدا تبعد بقى عن سلك الطب خالص، والموضوع مش هيبقى مفيد قوي بالنسبه لك لو انت عايز تكمل كاريرك كدكتور بشري. بس يا جماعه لو حد عنده استفسار سيبها في الكومنتات، وهسيب لكم فيديو هنا عن سنتين الامتياز والنظام بتاعهم اللي خلاص هيتطبق ان شاء الله على السنه الجايه اللي هي في شهر 3، هتبدا في 1/3 الجاي ده ان شاء الله باذن الله. ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.